تشاهدون في رمضان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنك كلما أذنبت ذنبا، كلما أخطأت خطأ، ثم استغفرت الله سبحانه وتعالى، طالما أنك تسمعني، طالما أنك تشاهد كلامي هذا، فالوقت لم يفت وما زال هناك وقت. ترك المكروه، ترك الحرام، ترك الخطأ، والتوجه إلى المحبوب، التوجه إلى الطاعة، الحل مهما أذنبت ومهما تكرر الذنب، لو من يوم عمرك 20 سنة إلى يوم 60 سنة وإنت تعاود نفس الذنب، ففي كل مرة تب إلى الله سبحانه وتعالى. بل ينبغي عليه أن يدرك أن رحمة الله عظيمة عظيمة كبيرة جدا، تسعه وتسع ملء الخلق مثله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.